سلام البنات، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم مع فيديو جديده، خالتي غتصايب لكم التقليه وغنوريكم الطريقه ديالها. يلا زيد خالتي. المهم هي غتقول لكم. صلاه هذه التقليه ديجا سلقاها، كتسلقيها ديجا قبل ما تطيبيها. وهنا بصله، بصله وحده ياك، بصله وحده كبيره. كتخويها تاع الكوكوط. وهذا القزبر والمعدنوس بجوج، القزبر والمعدنوس مخلطين. وهنايا العطريه، كاين سكنجبير والخرقوم والتحميره وشويه ديال الملحه، وشنو هذا، والقزبر اليابس والبزار. كديري معلقه صغيره، معلقه صغيره من كل حاجه. وهذه مطيشه واحده كبيره محكوكه، ومعلقه كبيره ديال مطيشه الحك. صافي، راه سهله بزاف. والحامض كديري معاه حتى هو باش يطلق ديك النكهه ديالو. صافي، دابا غتحطيها طيب ياك، ولا غديري الزيت؟ كدير فيها الخل؟ لا، المهم هنايا غادي تزيد شويه ديال الزيت، باش شويه ديال الزيت العود، زيت المائده وزيت العود بجوج. وهنايا درت اللحم مبخر، درت اللحم وقطعت شويه ديال البطاطا وشويه ديال الخيزو، ودرت في العطريه، درتي غير الملح والكمون ياك، وشويه ديال القزبر يابس، الملح والكمون وشويه ديال القزبر يابس، وكتقطعيها كمطيشه وبطاطا. خيزو وبطاطا، خيزو وبطاطا. المهم حتى كيتبخر عاد كديري في الفران، كديري هكا في الكسكاس. البنات، هذا هو الغداء ديالنا، ها هو اللحم المبخر كيفاش جا مبخر، ودخلته للفران. وهنايا التقليه كتجي غزاله ريحتها اصلا كتشهي. وهذا الراس حتى هو مبخر وداخل الفران تحمر مزيان. وهنايا الخبز، وهنايا الملح والكمون وداكشي. المهم هذا هو الغداء ديالنا بالصحه والراحه، كنتمنى يعجبكم. اهلا البنات، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، هذه اليوم نهار الرابع ديال العيد، دابا كتشوفوني مكشتره، كنبان لكم مكشتره. المهم انا كنغا في الدار دابا، فقت فطرنا وتغدينا، ودابا غادي نمشيو نخرجوا عند بوجلود. غادي نمشيو نخرجوا عند بوجلود، داروا داكشي هنايا قريب في اسايس، وغادي نمشيو ونتفرجوا، وغادي نديكم معايا اكيد باش تشوفوا انتم الاجواء كيفاش. واقيلا جو بونس ديما هو النهار الاخر، ما عرفتش. المهم البارح ما خرجتش، واليوم غادي نخرج باش نصور لكم ونشوف داكشي كيفاش داير الكرنفال وداكشي. خليكم مع لا فيديو. دابا نمشي نلبس جلابتي وزيفي، ندور شويه بالحاله ونتقاد ليا شي شويه مقبح. المهم غنمشي ندور بالحاله، وها نتوما معايا. وهاني دابا مشيت انتك شويه الحاله، لبست جلابتي اللي هذا اللي شريت، وزيف وفرجل، لبست سبرديله. المهم هي جلابه شريت معها صنداره، ولكن لبستها ديجا ما كرتاحش، كرتاح في السبرديله بحال الزفري. المهم هكا درت مكياج خفيف، درت غاغ وجاليب وشويه ماسكارا وهكا فغاجو، صافي. المهم دابا غادي نمشيو، كنتسنى دابا خالتي حيت غادي نخرج غير انا وخالتي، كنتسنى دابا تسالي باش نمشيو نشوفو بولبطايل، نمشيو نشوفو بوجلود. قبيله سمعنا من قبيله كيتيستيو هكا في الميكرو، وطلق شي اغاني ديال الشلحه. هادي دابا راه 7:45، هي دابا 7:45، وهاد الوقت هادي فين كيبدا، وغادي نخرجو محت باقي الضو شويه باش نلقى نصور، نلقى ما نصور لكم قبل ما تكون الدنيا بزاف عامره عامره عامره، لان هز التليفون وطيرو عليا. المهم غادي نمشيو، شوفو حنا بنت كتمشي ليا دغيا مع الماء، وهذا دغيا كتمشي دغيا مشات. المهم دابا غادي نتسنى دابا خالتي تتسالي باش نخرجو ونصور لكم، وها نتوما معايا. Thank you.
شاب لهي في البياسة كيعشق ليا نو 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 يا والو حديتها روطار والله غير بلادي جدار فين بخيها ساهرة ليا تبع قصارتي وين قراني هاني شوفو قلبي شاب لهي واش يقالي ويلا راح غالي ميحس بيها غير حالو من حالي حتى الدمعة ما قدرت واسيني شكون فحالك في الدنيا يبغيني ومن جهري المرايا اللي كنشوف راسي بعيدة كنحس بروحها معايا حياتي ناقصة بلا بيها ومن جهية المرايا اللي كنشوف راسي فيها كنحس بروحها معايا Thank you.
هنا من بعد ما رجعنا من بوجلود البنات كنصايب هنا العشاء. عرفتي الصراحة الدنيا عامرة بزاف بزاف بزاف، بقيت واقفة تضروني رجلي بالوقيف. المهم انا صورت لكم داكشي اللي قدرت عليه نصوره، واخا بالحقيقة كانت صعيب انك تجيب التليفون في وسط من داك الدراري بزاف يعني الدنيا كانت عامرة بزاف كاع. المهم انا حاولت اللي قدرت عليه انا صورته لكم، حيت ديجا وعدتكم انني غادي نصور لكم الاجواء، مع العلم انني اول مرة غادي نحضر لديك الحفلة اللي في اسيس، يعني ما عمرني حضرت لها من قبل حيت كنت بصراحة يعني كنت كنخاف، ما كنتش كنقدر نزعم انني نقف تما، ولكن الحمد لله كل شيء داز بخير وعلى خير. وهنايا كيف ما شفتوا دزت باش نصايب العشاء من بعد ما رجعت من الدار. هنايا كنصايب عادي شطادة عادية، وهذا غير شطادة بماطيشة والخيار وصافي. وهنايا فاش ساليت الشطادة ديالي غادي ندوز نقلي اللحم في هكا في الزيت. بغيت نقول لكم البنات ان راه ماشي داكشي اللي صورت لكم يعني اللي موالف كيكون عندنا في اكادير، لا هذا العام هذا شد داكشي نقص بزاف، يعني بوجلود حنا موالف عندنا كيكون كثير من بنادم كيف قلت لكم في الفيديو اللي قبل من هادي، ولكن هذا العام هذا ما عرفتش علاش داكشي ولا قليل بزاف، يعني كتشوفي بلي راه كتشوفوا بلي راه البشر كثر من دوك الدراري اللي لابسين الجلود، مع العلم انك ما تقدرش توقفي تاكلي العصا وكيكون الزحام وديما نتصداع بقوه بوجلود داكشي، ولكن دابا داكشي قلال ما عرفت علاش. المهم انا صورت لكم اللي قدرت عليه وكلشي داز بخير الحمد لله. ومهم بعدا ما نعطيش صداع ما والو، كان الامن بصراحه كان الامن داير خدمتو فيما كدور كتلقاي الامن، ما نعطيش صداع الحمد لله، ماشي بحال الاعوام الاخرين كيكون كيف قلت لكم بوجلود كثير وديما نايض صداع ديما كل عام واشنو واقع. المهم هادشي اللي كاين الحمد لله بعدا كلشي داز بخير. هنايا البنات ملي صايبت الشرط ديالي غادي ندير فيها هكا شويه ديال البزار والملح وشويه ديال الخل وصافي، غادي نخلطها ومن بعد غادي ندوز نقلي اللحم ديالي. قليته هكا في الزيت، اللحم هكا ستيك قليته في الزيت، وغادي نحطو في طبيسيل هكا مع هاد الشلاضة هادي كمرافقة وصافي. هادشي اللي كاين البنات، نتمنى الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم كاع الجديد ديال القناة، والناس جات في القناة مرحبا بكم الف مرحبا. المهم نخليكم على فيديو وما تنساوش تخليوا لي لايك. السلام عليكم.